نظمت تنفيذية إدارة الألعاب المدرسية البحرين 2024 المؤتمر الصحفي الخاص للإعلان عن بدء العد التنازلي لاستضافة مملكة البحرين للدورة العالمية، والذي أقيم في ضيافة الجامعة الأمريكية. تفاصيل عفا في التقرير التالي. بدأ العد التنازلي لاستضافة المملكة لأكبر دورة ألعاب مدرسية في التاريخ وأكبر حدث رياضي في تاريخ المملكة، وذلك من خلال المؤتمر الصحفي الخاص بدورة الألعاب المدرسية في البحرين الذي عقدته اللجنة التنفيذية المنظمة بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية، بحضور سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء ونائب رئيس اللجنة الأولمبية وعدد كبير من المسؤولين والجهات الإعلامية. احنا نشوف ان اللجنة قايمة بدورها في تنفيذ الفينيوز، في تنفيذ المحافل الموجودة اللي في الفينيوز ذي كلها، فبالعكس نطلع ان هذه الايفنت يكون ايفنت ناجح في مملكة البحرين، وهذه مثل ما شفتوا انه بيكون اول مرة على شرق الأوسط. الصحافة اللي هم الشريك الأساسي لنا في الحدث الوطني الكبير إن شاء الله العالمي، أن يكونون عندهم الأخبار وعارفين بالعمل اللي قمناه لليوم، يكونون up to date. الشيء الثاني اللي هو الاتحادات المشاركة بعد، أن يكونون على علم على العمل اللي هم قدموه لليوم والأشياء اللي نحن نبي نسويها في الأيام القادمة. وثالثا أن الأهم شيء أن اليوم إن شاء الله بنطلق المنصة الرئيسية حق تسجيل للبطولة. إحنا الناس ما تعرفون نطمح أن يكون في 5000 مشارك من 80 دولة. صراحة هذه فرصة ان احنا كلجنة تنظيم لدورة الألعاب المدرسية ان ناخذ جولة في الجامعة، وكانت فرصة احنا ان نشوف شنو الامكانيات اللي عندهم بالمقر حاليا. والصراحة اقدر اقول ان احنا كلنا منبهرين باللي شفناه، خاصة ان الصفوف ما كانت التقليدية، بالعكس احنا قاعدين نشوف تطور ملحوظ في الدراسة عندنا هنا في المملكة، وهذه اثبات لنا احنا. على هامش المؤتمر الصحفي اتفاقيات عديدة تم توقيعها هنا في الجامعة الأمريكية ما بين اللجنة المنظمة لدورة الألعاب المدرسية هنا في البحرين مع أكثر من 10 فنادق، مما يؤكد على أهمية الرياضة السياحية. محمد العالي، لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين. استقبل سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية السيد مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري، وكل من رئيس بعثة النادي الأهلي المصري السيد العامر فاروق ورئيس بعثة نادي الزمالك المصري السيد أحمد عادل، وذلك لدى زيارتهم الرسمية إلى المملكة لحضور منافسات كأس السوبر السلاوية المصرية الذي سيقام مساء غد الجمعة على صالة مدينة خليفة الرياضية. وكان السيد مجدي أبو فريخة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة قد وصلوا إلى البحرين مساء أمس الأربعاء، حيث كان في الاستقبال بمطار البحرين الدولية السيد أيمن عمار القائم بأعمال السفارة المصرية في مملكة البحرين بالإنابة، وعدد من المسؤولين بالسفارة، إلى جانب السيد وسام عبد العزيز باقر نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة السلة والسيد أحمد يوسف أمين السر العامة. انطلقت منافسات التصفية المجموعة الآسيوية الثالثة لبطولة بيلي جين كينغ كاب للتنس للسيدات، والتي تقام على ملاعب الاتحاد البحريني للتنس في جامعة البحرين بوليتكنيك بمدينة عيسى. واستهل منتخب البحرين مشواره في البطولة بالخسارة أمام نظيره المالديفي بنتيجة 0-3 ضمن إطار المجموعة الرابعة، حيث خسرت اللاعبة هاجر زيدان أمام ليان شامين بنتيجة 6-1 و6-2 في مباراة الفردية الأولى. في مباراة الفردية الثانية خسرت اللاعبة سلمى فرج الله أمام آرا أسال عازم بنتيجة 6-1 و6-0. وفي مباراة الزوجي تفوقت لاعبتا المالديف على لاعبتي البحرين بنتيجة 6-1 و6 أشواط دون مقابل.
توجه الوفد البار أولمبي البحريني الذي يضم 16 من اللاعبين المميزين في مختلف الرياضات إلى مدينة هانكشو الصينية للمشاركة في دورة الألعاب البار أولمبية الآسيوية. ويتكون الوفد البحريني من مدير البعثة خالد البستقي والمدير الفني إيمان حسن وسبعة لاعبين وسبعة مدربين يمثلون مملكة البحرين في رياضات البار أولمبية، وهي ألعاب القوى، سباق الكراسي المتحركة، سباق الجري للمكفوفين، بالإضافة إلى رمي الجلة ورمي الرمح ورمي القرص ورفعات القوى، وأخيرا رياضة البار تايكواندو.